سيدي؟ أليش أليش الله نعم ليش الله أخفى بالضبط المهدي ولم يخفي غيره؟ ليش ليش خلى المهدي هذه الذي هو آخر شوف إمام، هذه هذه يعني حكم، ليش أخفاه هو بالضبط هذه وما أخفاش هذه وما أخفاش الآخرين؟ هذه حكم إلهية. شوف هذه حكم إلهية. يعني مثل واحد يقول لك أنا أعيد عليك مثال. لا أنا ما قلت. اصبر لي. هذه شوف، انت الان بدأت تتدخل وين؟ بالحكم الالهيه الغيبيه اللي احنا ما يصير نتدخل بها. وانا الان راح اضرب لك مثال. مثل واحد الان يجي يقول لك، يقول لك ليش 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 النبي محمد راح اختفى خلف عنكبوت؟ ليش ليش ما اختفى في مكه والله يحفظه يجعل في يجعل بين ايديهم سد؟ صح لو انا غلطان؟ نعم. ليش راح خلف بيت العنكبوت؟ ليش؟ انا اريد افهم، انا اريد افهم ايش يسوي هاي الحركات؟ ليش ليش ليش؟ تجاوبني ولا ما تجاوبني؟ ما تجاوبني يلا الحمد لله انتصرنا، ملحد ينتصر ويمزق مسلم موحد، ما يصير مو هيك النقاش. نعم. هذه قضايا غيبيه متصله بالغيب الالهي ما نعرف احنا شرحها. ليش النبي راح هرب في الغار؟ هرب من قريش، الروايات عندكم وعندنا. طيب ليش النبي أما نفسه ببيت عنكبوت؟ أو ما كان الله يحميه ببيته؟ سؤال، من الأفضل بيت العنكبوت ولا بيت الله؟ بيت الله. كان الله حط النبي ببيته وغلق الباب وما حد يقدر يدخله، صح لو أنا غلطان؟ طيب ليش الله يخلي محمد يحمي عنكبوت وما يحمي بيته؟ راح تقول لي ما أعرف، هاي حكمة إلهية. راح انت راح تجاوبني. شوف حكمه الهيه. نعم ما اعرف. هذا سؤالك الاخير. سؤالك الاخير من الحكمه الالهيه، شلون انا اجاوبك؟ حكمه الهيه. الله يختار. ليش الله يختار؟ شوف. الله يختار. شوف يا اخي، اقل جواب اقدر اجاوبك عليه هو من اجل الفتنه حتى تمحص الناس وتختبر، هذا اقل جواب. اما بعد اصعد اكثر ما يصير. ليش؟ لان ما مروي عندنا روايات تشرح ماهيه الحكمه الغيبيه. جيد. شوف يا أخي، أنتم يعني من قل فهمت الكلام ديالك بأنكم يعني ما عندكم جواب، تتهربون باسم الحكمة الإلهية. أنا بدي دليل من كتبك، ما بديش تقول لي حكمة إلهية. عجيب. بدي دليل من كتبك. إذا إحنا نتهرب من الحكمة الإلهية، أنت أيضا تتهرب. أنت هم دينك. شوف. دقيقة دقيقة، هذا هجوم عجيب. هذا هاجمني يوم اللي أنا أنطي أسلحة، هاجمني. سبحان الله. يعني أنت قبل قليل ما تعرف اصلا. ما اخي كريم، انت الان دقيقه انت الان تحرشت بالراجم الروسيه تصدق تحشد الشاقه. اخي الكريم، انتم تتهربون بالحكمه الالهيه، تضحكون على الناس. تحياتي للملحدين، تحياتي. اعطيني شي حاجه، اعطيني شي. انتم تضحكون علينا، انتم تقولون بيت الله فيه الامن والامان ولم يحمي نبيه بل حماه العنكبوت. تفضل جاوبني. نعم تفضل. ما عندي جواب. يعني. هذا انت تتحججون بالحكمة الإلهية، تتحججون بالحكمة الإلهية. إذا انتم على باطل. لا يا اخي. لا على باطل. إذا اجبني، لماذا لم يحمي الله، لماذا لم يحمي الله نبيه ببيته الأمين وحماه ببيت عنكبوت؟ تفضل جاوبني. أنا ما أعرف الجواب. أنا إذا ما تعرف الجواب ليش؟ لأن حكمة إلهية. إذا أنتم تتحججون. إذا أنتم تتحججون بالحكمة الإلهية. إذا أنتم تكذبون. لا يوجد رب ولا توجد كعبة ولا يوجد نبي، وما هو إلا كذب أنتم خلقته. كذب. مو صحيح. خليني أكمل. لا شنو تكمل؟ جاوبني. أنا قلت لك. لماذا لم يحمي ربك نبيه في بيته الأمين وحماه بعش ببيت عنكبوت؟ جاوب على النقطة. أنا كأحب أقضي عليك، ما أعرف الجواب. أنت تتحجج تهرب لي بحكمة إلهية. وأنت أيضا تتحجج وتتهرب بالحكمة الإلهية. فإذا كانت عندي حكمة إلهية وهذه الحكمة عندك هروب، فالحكمة الإلهية أيضا عندك موجودة، فيعني هروب عندك. أنا لا أقول، لا أترجم الحكمة عندي على أنها هروب، لأنني مؤمن بالغيبيات في ديني وأنت لا تؤمن بالغيبيات في دينك. عليه أنت كافر بدينك ولكنك تعب نفسك وصل لصلاة المراجيح. شكرا لك، مع السلامة.
تندق بالراجمة الروسية، ترمي طلقة، طلقة على راجمة، ترمي طلقة، طلقة راجمة ساكتة جاي تطلع دخان، هستوها مطيرة 24 صاروخ، ترمي طلقة فراها عليك. شفت أنا بيك تقول بيت الله الأمين، شو بيت أمين؟ وين بيت أمين؟ وين بيت أمين؟ وينه؟ استغفر الله، ما أريد أدوس دوسة قوية لأن هذا الاعتقاد موجود بكتبي، لو ما موجود بكتبي يدرون بي المشاهدين. يا يابا يا يابا، مو لسان من شار يصعد يقص ينزل يقص، بس موجودة إنه فعلا بيت أمين، فعلا بيت الله بيت أمين، والله لو ما موجودة بكتبي. مثل هاي مال النبي يبول بالزبالة، وإلا لعب لعب، بس حرام موجودة، موجودة بكتبي. وانتم تقولون هذا بيت الله الأمين، ادخلوها بسلام آمنين. هذا بيت الله الأمين، بيت الله، نبي يهرب من بيت الله الأمين يروح يحمي عنكبوت. وين الملاحدة؟ اضحكوا، اضحكوا على الصلاة سلم، لأن ما عندهم جواب. أما الشيعة عندهم جواب، يقولون حكمة إلهية. اضحكوا. الله يقول بيتي هذا أمين، من دخله كان آمنا. بعدين يقول المحمد اشرد اشرد اشرد، روح بالجبل خلي العنكبوت يحميك، اشرد. انت مو تقول من دخله كان آمنا، خليه يدخل بالبيت وتحميه، انت احميه. ما نعرف الجواب، منين جبتها هي القريشي؟ مصيبة، انت مصيبة كارثة ونزلت على أمة المليار، منين جبتها؟ شلون فريتها بسرعة؟ هاي بعد دقيت بالراجمة بعد، يعني شنو تريد مثلا؟ شو تريد أنطيك عصير؟ ربك يقول من دخله كان آمنا، بعدين يقول المحمد اشرد روح بالجبل، خلي الجبل، خلي العنكبوت يحميك. وبيت الله اللي من دخله كان آمنا لا يحمي نبيه، ليش؟ ما بنعرف، دي حكمة إلهية. هذا جواب شيعي، لا أنتم تتهربون بالحكمة الإلهية، إحنا نتهرب بالحكمة، ما أنت موجودة عندكم الحكمة الإلهية.